اهلا بكم من جديد. الحقيقه احنا قدام حادثه يعني ممكن تكون حضرتك قريتها النهارده بس مريت عليها مرور عابر. يعني فجر 26 يعني فجر امبارح تم القبض على معاون مباحث ومعاه صاحبته في نفق شهيد احمد حمدي. قوات شرطه تامين النفق قبضت عليهم. هم كانوا راجعين من شرم الشيخ وقفوهم للتفتيش. الضابط نزل طلع لهم انه اثبات الشخصيه بتاعه انه ضابط اعتقادا منه انه يعني ضابط، يبقى شكرا بقى احنا زملاء وبتاع وعدي. لا، اصروا على التفتيش. لما فتشوهم لقوا انه معاه 85 تذكره هيروين ومعاه قطع مخدر الحشيش مع البنت اللي هي راكبه معاه. طبعا تم القبض عليه وتم تحويله الى نيابه السويس. نيابه السويس اديته 4 ايام حبس. قصه ليه مركزين عليها؟ يعني انت ممكن تيجي تقول لي او في ناس تيجي تقول لك انت كده بتشوش الشرطه. لا، احنا ما بنشوش الشرطه ولا حاجه، لان الداخليه خدت اجراءاتها السليمه في هذا الموضوع. لقت ان في عنصر فاسد، احنا ما بنقولش اسم الضابط مين وبنقولش البنت اللي موجوده مين، رغم انه الاختار بتاع الداخليه في كل المعلومات. يعني الاختار بتاع الداخليه اللي راح للصحفيين النهارده في كل المعلومات. ضابط اسمه الخماسي مش الرباعي، بيشتغل فين، البنت اللي كانت موجوده ده هو الاختار بتاع الداخليه عن الحادثه. البنت مين؟ طبعا من المعلوم ان هي طليقه تاجر مخدرات كبير يعني، وكانوا راجعين من السويس. طيب، حصل حاجة غريبة جدا، انه لما راح في النيابة عاوز يتخلص من هذه التهمة. يعني في الاول الاختار ده اللي راح النيابة بيقول انه عدد 85 لفافة ورقية من الورق الابيض السادة تحوي كل واحدة على حدة على كمية من مادة بيجي اللون تشبه جوهر الهيروين المخدر، وعثر ايضا على عدد 2 طلقة آلية مش عارف ايه. لما راح التحقيق في النيابة هو حاول يتخلص من البلوى اللي هي عنده دي، فقال لهم انه المخدرات دي احيانا بيستخدمها ايه لجهة العمل، يعني لدواعي العمل. فطبعا النيابة مش هيدخل عليها المسألة دي. طيب، اتحبس 4 ايام. بان ان في مخالفه تانية، انه الراجل ده اجازته كانت تخلص يوم 24 سبتمبر، ف 25 عدى ما رجعش الاسم بتاعه، و 26 الفجر اتقبض عليه وراح للنيابه. ففوجئوا انه في الاسم اللي هو شغال فيه انه متحضر، يعني انه مكتوب حضور في اليومين دول. غريبه يعني، يعني متحضر يوم غريب يعني فيها ايه؟ اللي هو في لحظة تقدر تقول انه مصر كل مؤسساتها فيها عناصر مش منضبطة. ليه بقى؟ لانه النهاردة الحادثة دي كان ممكن يبقى فيها هذه السيارة دكتور وصاحبته، يبقى معاها يبقى مدرس وصاحبته، محامي وصاحبته، صحفي وصاحبته، زي ما يقول لك لو الصحفيين يعني مش عارف ايه، اي حد، اي فئه من فئات المجتمع. الفيصل في هذا الموضوع ان احنا بنسلط عليه الضوء. اول حاجه انه الداخليه تعاملت بمسؤوليه. لا بقى ايه بقى، لا حصل تدخلات عشان يخرج ولا حصل لعب في الورق، بل بالعكس حاصل الان تحقيق في اسم الشرطه الذي يعمل فيه هذا الضابط اللي هو معاون المباحث ده اللي اتقبض عليه، بيتم تحقيق في اسم الشرطه عشان يعرفوا بالظبط ايه تم تحضيره ده وهو مش موجود. يا راجل اجازته خلصت وهو متحضر. رئيس المباحث كان موجود، كان بره الاسم، كان عنده فرح، باين فرح بنت عمته ولا عزة تقريبا، وحاصل هذا الموضوع. فيتم الان تحقيق في هذه الوقعه في الاسم. فده عظيم، يعني ده حاجه نقول ايه، شكرا جدا، الناس بتعمل هنا شغلها. ليه بقى؟ لانه لما بيبقى اي حد من فئات المجتمع بيعمل كده الاعلام بينصب له زفه وبيبقى في حسم في التعامل معاه. فلما يجي النهارده الداخليه بعنصر في الداخليه اللي هي مفروض
بتطبق القانون وبتعمل اجراءات الانضباط في الشارع، يبقى في عنصر منها بيرتكب هذا الجرم ويتم القبض عليه وتحويله للنيابه، يبقى ده كده عظيم جدا. رغم ان انت تقول لي ما هو ده الطبيعي، هقول لك يا سيدي ما احنا عشنا سنين طويله ده مش الطبيعي. فلما يحصل نقول والله كويس. يعني اللي هو ايه، فلان الفلاني مواطن مصر، هو بقى ظابط، هو مش ظابط، هو غفير، هو مش عارف ايه، المفروض يتطبق عليه القانون. لسنين طويله ما كانش بيحصل ده، لمجرد ان انت مثلا في الداخليه فانت عابر كل الطرق وكل الحواجز وما بيحصلش معاك حاجه. النهارده لما ده بيحصل نشجعه. يعني لما ده بيحصل نقول شكرا يا جماعه، ونقول يا جماعه خلينا ماشيين في المساله. وعشان كمان يعني الاداره العامه لتامين محور قناه السويس، الاداره شرطه النفق دي يعني بجد شكرا. يعني قبل كده في النفق ده تم القبض على قاضي، انتوا فاكرين القضيه بتاعته برضو فيها حشيش، رئيس محكمه. بمعنى ايه؟ انه انت كمواطن بتشعر انه كلنا زي بعض. مواطن مصري، مواطن مصري بقى قبل بعد منه قاضي، بعد منه ضابط، بعد منه دكتور، بعد منه محامي، بعد منه محاسب، بعد منه لا شيء. كلنا زي بعض، كلنا زي بعض. المفروض ان ده يحصل، لانه احيانا تحصل شكاوى كتير ومشاكل كتير وازمات كتير، ويبقى في ناس احيانا يقع عليها ظلم ومش عارفين صوتهم يوصل. فلما المواطن جزء يا جماعه من انتماء الناس للبلد انه هي تشعر ان كلنا سواسيه. يعني جزء من الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار الاجتماعي في بلد ما، ان كل الناس يبقوا حاسين ان هم زي بعض. القانون بيطبق عليهم كله. مش ان انت تبقى شايف بتعمل مخالفه اللي هو ايه، زي يعني ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول، يعني اذا سرق فيهم الغني تركوه، واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. ده مجتمع مختل اللي يحصل فيه كده. فجزء من انه استقرار المجتمع وانه هذا المجتمع يبقى مجتمع صحي وما فيش فيه ازمات، انه القانون يطبق على الجميع. ده كان سبب اساسي في ان احنا نشور على هذا الموضوع، ونقول لا يا جماعه في هنا نقطه كويسه تكمل بقى، تكمل يعني هذه القضيه ممكن هذا احنا يعني ما قلناش اسمه، قد يكون يطلع براء يعني بعد التحقيقات، لانه اتقبض عليه وراح النيابه وبعد كده يروح المحكمه، الاجراءات ماشيه سليم والراجل طلع براء، خلاص طلع براء. بس القانون اللي كانت معاه بقى ما نعرفش. يعني انت بتتكلم في انه حصل على دبلوم ثانوي صناعي ومقيمه في ولايه دكرور، عندها 30 سنه. ممكن بقى فكره التساؤلات بتاعتك، طب دي كانت بتعمل ايه معاه، طب دي راحه فين، طب دي جايه منين، كل دي تساؤلات اعتقد انه تصلح لي موائد النميمه. يعني واحنا هنا ما بنشتغلش نميمه يعني لحد دلوقتي. فعلى اي حال ده موضوع مهم جدا ونقطه بنلفت ليها الانتباه.